التحيات يشو معنى التحيات أسا إن هج القدس بي المباركات جدت البركة بوغل الصلوات شيل غوكاكال الطيبات جل سي العمل الصنروغل لله الله سيله أي الله سيرغو السلام عليك دودا بيتشاسول صبحي أيها النبي يا هو محمد أورق ورحمة الله الله سل رحمتك سيجي وبركاته الله سل بركة سيجي السلام علينا نجد الله سل صبحي وعلى عباد الله الصالحين الله سل سي الله زدري دجي سيجي أشهد دي تنعشيها بولا ركشن كان اللا إله حق بكتصل دجن دي الله بولو تيجي الله هجو أبون إلا الله واتيت أدو تحو قروغو أشهد جيجي دي تنعشيها بولا ركشن كان أن محمدا حق محمد أورق رسول الله الله سل چپاروغو أبون خلق سوخي دين ما سيزويت أرو اللهم يا دير الله صلي دوتسات صبحي على محمد محمد أورغستا وعلى آل محمد محمد الأهل يوضغي هنجي كما صلى يتعيث المعنى هنجي الله دوتسات صبحي أبي جشخة التحيات ويتعيث أخير الله هنجي خدو أولو كما صليت دوتسات صبحي كما صليت دوتسات صبحي ربعدين على إبراهيم إبراهيم أورغستا وعلى آل إبراهيم إبراهيم أو رجسول أهل يلدغي إنك حق من حميد دوي رتسهب لوغو مجيد من قدي وغو اللهم يا دير الله بارك دوت بركة لي على محمد محمد أو رجستا وعلى آل محمد محمد أو رجسول أهل يلدغي كما باركت دوت بركة سورة بعدين على إبراهيم إبراهيم أورغس دا وعلى آل إبراهيم إبراهيم أورغس الأهل يلدغي في العالمين الدنيا لسلغي أخيرة سلغي رقب إنك من حميد دوي رتسهب لوغو مجيد من قدي وغو جبوت لس جيجي تو دعاقي تسأل جبه الله كما صلت سخدوب اللهم يا دير الله اغفر دو تسمونه الچوري لي دير ما قدمت دي تسيري هرورل وما أخرت دي تنقى هري للغي وما أسررت دي تبالكو هرورلغي وما أعلنت دي تأتون هرورلغي وما أسرفت دي تسرف لهابون هرورلغي وما هبغي أنت من أعلم ثاليوثون وغو ثرب به جيب مني ديدسن أنت كاك أحنا أنجي أنت من المقدم تسويس وغو وأنت من المؤخر ناقي خود أولوغي وغين لا إله حق الدسن لغشيها بولو هجين إلا أنت من غروغو